دكتور سيف قال نقطة مهمة جدا، دي رؤية الدولة ودي قرارات الدولة ودي القوانين اللي الدولة تعملها. أنا بتكلم بقى باسم الناس اللي عندها مشاكل مع المحليات، المحليات كمان دورها تنفيذ رؤية الدولة بسرعة، لا تتباطأ في ذلك يعني. أنا هستأذن حضرتك كمان ناخد مداخلة معانا مهندس علاء لطفي نائب رئيس جهاز مدينة المنصورة الجديدة. مهندس علاء مساء الخير وألف مبروك افتتاح المرحلة الأولى من مدينة المنصورة. مساء الخير يا فندم، اهلا وسهلا بحضرتك وبالساده المشاهدين، الله يبارك في حضرتك. مهندس علاء، مدينه المنصوره الجديده كما كانت رؤيه بدات امتى في التخطيط؟ على مدار كام سنه حصل هذا الانجاز الرائع اللي شفناه امبارح؟ هو طبعا زي ما معالي الوزير وضح، هي مدينه المنصوره الجديده موجوده على كبلان او كتخطيط من 2010 تقريبا. بدا الفعل القرار الجمهوري ليها صدر في شهر 8/2017 وبدا التدشين للمدينه في شهر 3/2018، والحمد لله طبعا ساعدنا جميعا وتشرفنا بافتتاح المرحله الاولى بحضور طبعا فخامه رئيس الجمهوريه امبارح بالامس يعني. ومن المخطط انه تكتمل المراحل الاخرى من مدينه المنصوره امتى ان شاء الله؟ هو احنا طبعا الحمد لله دلوقتي طبعا زي ما حضرتك عارفه مدينه المنصوره الجديده احدى مدن الجيل الرابع. المدينه طبعا على مساحه 7211 فدان مقسمه لاربع مراحل. المرحله الاولى منها اللي هي 2063 فدان، دي الحمد لله تم الانتهاء منها بالكامل. بدانا من حوالي 3 شهور كده في المرحله الثانيه، دي على مساحه 1500 فدان. المرحله دي حاليا احنا شغالين في تنفيذ 44 عماره مشروع سكن مصر، وبرده شغالين في تنفيذ 224 عماره جنه مصر، بخلاف كمان ان جامعه المنصوره الجديده دي بيتم تنفيذها داخل نطاق المرحله الثانيه من مدينه المنصوره من المدينه. بخلاف كمان في مديريه امن. يعني ايه مدن الجيل الرابع مهندس علاء؟ نعم، يعني ايه مدن الجيل الرابع عشان الناس متلخبطه من امبارح؟ لسه عايزه اسال دكتور سيف. هو مدن الجيل الرابع هي خطه وزاره الاسكان بدات تنفيذها. طبعا هي مقسمه المدن بتاعه هيئه مجتمعات، احنا عندنا طبعا اكثر من 50 مدينه متقسمين على اجيال، جيل اول وجيل ثاني وجيل ثالث واخيرا بقى جيل رابع. جيل رابع ديت اللي هي المدن اللي بتعتمد على استخدام احدث التكنولوجيا الحديثه في 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 تحقيق مقومات حياه عصريه للمواطن اللي هيعيش داخل المدن دي، بخلاف كمان مسطحات الخضراء بتتميز ان هي في مسطحات خضراء بتتميز ان هي بتبقى بتحقق التنميه المستدامه. بتوفر مقومات حياه عصريه باستخدام احدث تكنولوجيا حديثه. أنا بشكرك شكرا جزيلا مهندس علاء لطفي نائب رئيس جهاز مدينة المنصورة الجديدة. بنبارك لكل أهل المنصورة ولكل سكان المنصورة الجديدة مقدم.